هو حط على كده. خلاص يا بابا. مساء الخير يا باشمهندسين، ازيكم؟ عاملين الاخبار؟ اتمنى انكم تكونوا كويسين. في اي حد عنده مشكله في الصوت؟ تمام يا دكتور. تمام. اوكي. هل في اي حد من السته اللي موجودين معانا اونلاين دلوقتي هو اللي بعت الفايل البي دي اف على الجروب؟ تمام، افهم من كده ان مفيش حد منكم هو اللي بعته. اوكي طيب، هنتكلم على موضوع الفايل ده بعدين. خلونا بس الاول ندخل في المحاضره بتاعتنا النهارده. احنا كنا بدانا الاسبوع اللي فات وخدنا انترودكشن. دكتور معلش انا اسف على الوضع، انا اسف. هو اللي بعت الفايل كان امبارح معانا في السكشن، هو عمر صاحبنا يعني. طب عمر دوت هيدخل ولا ما عندكش خلفيه هيجي المحاضره النهارده؟ انا ما عنديش. هو هيدخل. طيب عامة لما يجي انا بقول لك كمان شويه هنتكلم عن الموضوع دوت لما الاتندنس يكمل حتى يعني. بس هنبدا عشان احنا وقتنا ضيق. تمام هيدخل، بس هو ما تعتقدش من مزاجه مش هو اللي خده يعني. باشمهندس ابراهيم الشيخ. تمام تمام. انا قلت لك هنتكلم بعدين في الموضوع ده، خلينا نبدا محاضرتنا بس دلوقتي الاول. طيب بصوا يا جماعه، مبدئيا احنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت على الموديلنج اند سيميوليشن، بدانا بشابتر 1 اللي هو الانترودكشن، اخذنا كده جزء صغير. النهارده دي المحاضره الثانيه بتاعتنا، هتبقى بارت 2. بعد اذنكم يا باشمهندسين لو سمحتم الصوت ميوت لو سمحتم. كل ما عم بعمل ميوت ما تعملش اون ميوت لنفسك. كنا بدانا مع بعض، خدنا بارت 1 في اول محاضره اللي هو في شابتر 1. النهارده بنكمل مع بعض ليكتشر نمبر 2 الانترودكشن بتاعتنا، هناخد بارت 2 او الجزء الثاني منها. قبل ما نبدا ندخل في صلب الموضوع ونعرف بالظبط هنتكلم على ايه النهارده، مبدئيا كده مع بعض هنحاول نتذكر او نفتكر ايه اللي احنا اخدناه المحاضره اللي فاتت. احنا كل اللي اخدناه يعني ايه سيستم، عرفنا ايه هو السيستم بالظبط، وعرفنا ان احنا بس دراستنا في الهايد موديلنج اند سيميوليشن ما بتقتصرش على دراسه السيستم، لازم الاخذ في الاعتبار الانفايرمنت او البيئه المحيطه، لان البيئه دي هي اللي بتفرز لي الانبوتس اللي هتدخل جوه السيستم، والاوتبوتس اللي هتخرج من السيستم دي هتروح تاني للانفايرمنت، فهتبدا تاثر في الانفايرمنت. فجنب ما احنا عرفنا يعني ايه سيستم، لازم نعرف يعني ايه انفايرمنت. وقلنا اللي احنا فيه عندنا طريقتين اساسيتين لدراسه اي سيستم، اما لدراسه السيستم عن طريق اللي احنا بندرسه باكتوال اكسبيرمنت، يعني نبدا نعمل تجربه حقيقيه على سيستم حقيقي ونبدا نقيس النتائج، او اللي احنا نعمل تجربه على موديل للسيستم. الموديل هنا ممكن يكون حاجه من اتنين، يا اما فيزيكال يا اما ماثيماتيكال. الماثيماتيكال ليه طريقتين في حله، يا اما اناليتيكال يا اما سيميوليشن. واحنا قلنا ان ده الابروتش بتاعنا في دراسه السيستم، احنا بندرس السيستم عن طريق اللي احنا بنعمل سيميوليشن او محاكاه لما يسمى بالماثيماتيكال موديل او بالنموذج الرياضي، علشان نقدر نعمل تجارب ونقيم السيستم بتاعنا من غير ما نعمل ديستربنس او من غير ما ناثر على السيستم الحقيقي اللي موجود. فدي طريقه دراستنا في الكورس بتاعنا للسيستم. جينا بعد كده اتكلمنا على تعريفين اساسيين، وهو تعريف الموديلنج وتعريف السيميوليشن، وقلنا ايه الفرق ما بينهم، يعني ايه نمذجه ويعني ايه محاكاه. النمذجه المقصود بيها اللي احنا بنعمل ريبريزنتيشن لريال اوبجكتس او سيتويشن عشان نشوف هي بتشتغل ازاي، ده مجرد ريبريزنتيشن. اما السيميوليشن فهو ايميتيشن او محاكاه للواقع لطريقه شغل او للاوبريشن بتاعه البروسيس او السيستم بتاعنا اوفر تايم في خلال وقت معين. وقلنا هو ده الفرق الجوهري، ان الموديل بيمثل السيستم بنفسه، اما السيميوليشن فبتمثل الاوبريشن اوفر تايم. جينا بعد كده اتكلمنا على البيزك سيميوليشن موديل اليمنتس، قلنا ان احنا في عندنا 3 بيزك اليمنتس اساسيين، الانتيتيز، الكيوز، الريسورسز. وقلنا ان دي شكل الريليشن شيب او العلاقه اللي ما بينهم بتكون عامله ازاي، ان انا بيبقى عندي مجموعه من الانتيتيز، وعرفنا يعني انتيتي. الانتيتي ده بيعمل ارايف للسيستم، بيوصل للسيستم، بيقف في كيو الاول يستنى دوره.
بعد كده يدخل على السيرفر او السيرفيس ميكانيزم عشان الانتيتي تبدا تاخد الخدمه بتاعتها. بعد كده بتعمل ديبارتنج او ليفنج للسيستم، انها بتترك السيستم او بتسيب. بعد كده خدنا مجموعه من البروبرتيز وقلنا ان البروبرتيز عندنا بتاعت السيستمز هتكون حاجه من الخمس حاجات الاساسيه اللي هي ايه، هي الانتيتيز، ايه هي الاتريبيوتس، الاكتيفيتيز، الايفنتس، الستيت فاريبلز. وقلنا ده محور اسئله اللي احنا نجيب لك سيستم، السيستم دوت مطلوب منك انك تعمل جدول بالمنظر ده. مجرد ما بتحدد الانتيتي بتاعتك فبالتالي تحدد الاتريبيوت وقلنا ايه هو وعرفناه، تحدد الاكتيفيتي، تحدد الايفنت، وتحدد الستيت فاريبل. وادينا اكزامبل كمان غير الاكزامبلز ديت بالبانكينج سيستم، دي كانت صوره كبيره وتبين لنا كدهوت قطاع جوه البنك، ايه العمليات المختلفه، ايه المسميات المختلفه اللي نقدر نسميه دي اتريبيوت، دي اكتيفيتي، دي ايفنت، كل الكلام ده. هنبدا بقى ندخل النهارده البيزك سيميليشن موديل اليمنتس، هنكملهم مع بعض. احنا زي ما اتفقنا بدانا بالانتيتيز، هنبدا النهارده بقى ندخل على الكيوز الا وهي الصفوف. الكيو كاركترستكس الاول، الكيو كاركترستكس بنقول لك ان الكيو ار ذا سيميليشن تيرم فور لاينز، يعني معنى كده دي محاكاه الخطوط. بالبلدي كده الطابور. ايه الطابور بقى؟ احنا مثلا عندنا ان هو الكيو او الطابور بتاعنا، الاصطفاف بتاعنا بيبقى ليه مجموعه من الخصائص. اول حاجه السايز، حجم الكيو بتاعنا. هل الحجم بتاعنا بيكون فاينايت ولا انفاينايت؟ الفاينايت كيو سايزز ان الطابور اللي بيبقى محكوم بعدد معين، ده ليه محور المجال بتاعه ومحور الدراسه بتاعته والقوانين بتاعته، وهيكون ده محور الكورس بتاعنا. يبقى احنا لما نيجي نتكلم على السايز بتاع الكيو، يعني الكيو بتاعنا بيتعرف بايه الخصائص بتاعته؟ بثلاث حاجات، اما سايز، اما بيهيفير، اما ديسيبلين. لما نيجي نتكلم على السايز فاحنا بنتكلم ان الكيو سايز عندنا بيبقى فاينايت كيو، يبقى حجمه محدد. يعني ايه حجمه محدد؟ يعني لو انت عندك مكنه، المكنه دي جنبيها صندوق، الصندوق ده اللي بيدخل جواه الورك بيسز اللي انت هتبدا تشتغلها، دي اللي انت هتبدا تعمل عمليه تشغيل معينه عليها. لو انت عندك متقاب دريل مثلا، في صندوق جنب الدريل ده، الشغله بتيجي بتتحط جوه الصندوق، انت بتسحب من الصندوق ده وتبدا تعمل التقب بتاعك في العينات. فبالتالي انت الطابور بتاعك محدد بحجم الصندوق، ما تقدرش تستقبل ورك بيسز اكتر من الحجم اللي متحدد اللي هو السايز او الكاباسيتي بتاعت الصندوق فقط لا غير. لو انت رايح بنك، البنك مش هينفع يستقبل عميل والعميل يبقى واقف على رجليه، فالطبيعي ان في عدد كراسي موجود جوه، عدد الكراسي ده بيمثل لي هو الكيو سايز او حجم الطابور، فبالتالي انا مش هقدر استقبل عملاء اكتر من الحجم ده. فاحنا في دراستنا بناخد الفاينايت. طب هل الانفاينايت ملوش دراسه؟ لا، ليه دراسه وليه قوانينه، بس مش عندنا، مش تبع الكورس بتاعنا. يعني يبقى فيما يخص السايز احنا هنتكلم على الفاينايت كيو سايز. طيب البيهافير، البيهافير هنا دي تخص الانتيتي نفسها اللي هتخش جوه الكيو. الانتيتي لو كانت بني ادم، لو كانت شخص مش جماد، فهل هو بيشنت صبور ولا impatient غير صبور؟ لو كان الكيو بتاعنا البيهيفير بتاعه patient صبور، يعني معنى كده ان العميل بيجي بيقف لقى طابور طويل او قصير بيستنى الدور بتاعه، يخش على السيرفيس ميكانيزم ياخد الخدمه بتاعته وبعد كده يسيب السيستم بسلام. اما لو كان impatient العميل الغير صبور، فده بيبقى نوع من ثلاث انواع، اما البالكينج او الرينيجينج او الجوكينج. هتكلم بالتفصيل على الثلاث انواع دول بعد كده قدام. احنا عندنا في تشابتر كامل، تشابتر 4 خاص بالكيو ثيوري، فهنتكلم بالتفصيل على الثلاث انواع دول. لكن مبدئيا عشان الثلاث كلمات دولت غراب علينا، اول مره نشوفهم فهنفسرهم. العميل البالكينج ده اللي بيدخل بيحجز، ياخد تيكت، ياخد نمبر عشان يخش السيستم بتاعنا، فقطع رقم
لقى الرقم مكتوب فيه مثلا 15، وبص على الشاشات اللي موجوده على السيرفرز الناس اللي قاعده جوه، لقى ان اكبر رقم 4، يعني معنى كده ان قصاده 9. هو قبل، سوري قصاده 11، قبل ووافق ودخل وقعد واستنى دوره. لقى ان البرفورمانس بتاع السيستم بطيء، العملاء بيتم خدمتهم بصوره بطيئه نتيجه ان في مشكله ما في السيرفر ايا كانت المشكله. الراجل اللي واقف على الشباك بيتدلع، السيستم اللي بيشتغل عليه واقع، ايا كان مش هنناقش ايه هي المشكله، بس في مشكله ما. الراجل البالكينج دوت بعد فتره معينه هيبدا يتضايق فيسيب الطابور ويسيب السيستم ويخرج براه. فده عمل ليفنج للسيستم، خرج من السيستم من غير ما يتم خدمته. النوع ده بيبقى سيء جدا في دراسه السيستم، لان حضرتك وانت لما هناخد قدام شويه طريقه تجميع البيانات عشان ندرس سيستم معين، فحضرتك عندنا كذا طريقه، وليكن مثلا طريقه عندك حاطط جهاز ديفايس الكترونيك بتعد، بتعمل كاونتنج للناس اللي داخله جوه السيستم عشان تشوف معدل الوصول قد ايه، الارايفل ريت قد ايه. فالاخ دوت اتعدى في معدل الوصول لكن ما تمش خدمته، فبالتالي بيعمل لي امبالانس او بيبوظ لي المعادلات لما ابدا اجي احل السيستم. ان يبقى في عندي عدد دخل السيستم، ولما ببدا اجي اقيم السيرفرز بتوعي بلاقي ان هم خدموا عدد اقل من اللي دخلوا السيستم، فمعنى كده ان كان في عندي بالكينج كاستمرز. فطبعا البالكينج دوت احنا مش عايزين نوصل له. نفس الكلام الرينيجينج، بس الرينيجينج يختلف شويه. ان الرينيجينج ده وهو واقف بره بص شاف الطابور لقى ارقام طويله قوي قدامه، بعد ما قطع رقم ساب السيستم من غير ما يدخل جواه اصلا، فبرضه دوت من ضمن الكاستمرز اللي انا عايز اتجنبها واوصل. اتجنبها مش معناه ان انا عايز ارفض خدمتها، اتجنبها انا مش عايز اوصل الكاستمر الى هذه الدرجه، انا مش عايز اوصل العميل لدرجه الاتجار او لدرجه انه متضايق من المكان ويمشي ويسيبه وما ياخدش خدمته. اما الجوكينج فده العميل اللي بيتنطط، اللي بيروح يلاقي طابور يقف وراه، يلاقي زميله في الطابور اللي جنبه طابوره طول سرع شويه مش اسرع، يروح جاي رايح واقف في الطابور بتاع زميله، يلاقي اللي كان واقف فيه هو اللي مشي، اللي بيفضل قاعد يتنطط. جوكينج دي جايه من الجوكي اللي هو الفارس بتاع الحصان، فده قاعد عمال يتنطط ما بين اللاينز وبعضها، فمره عمال يتعدى مره في اللاين ده ومره يتعدى في اللاين دوت، عمال يحصل له دوبليكيشن، يتعدى اكتر من مره وهو في الواقع انتيتي واحد بس. فانا بالتالي انا عايز اتجنب خالص الامبيشنت كاستمر، انا تاني نتجنبهم مش نلفظهم او اللي احنا نرفض نتعامل معاهم، لا انا من الاساس ما وصلش العميل انه يكون امبيشنت، احنا عايزين يكون بيشنت. فاحنا بالتالي السيستم بتاعنا والقوانين بتاعتنا مبنيه على البيشنت بيهيفير بتاع الانتيتيز اللي داخله جوه الكيو. يبقى احنا القوانين بتاعتنا بنفترض ان الانتيتيز بيشنت، وبالتالي ببقى انا بوفر عدد سيرفرز مناسب ان علشان الانتيتيز تكون بيشنت وتكون صبوره وتستحمل وتستنى لحد ما يتم خدمتها. الكيو ديسيبلين، الكيو كاركترستكس الثالثه الديسيبلين. الديسيبلين عندنا بيتقسم الى 5 انواع اساسيه. فيرست ان فيرست اوت، ده معناه اول واحد بيوصل الطابور هو اول واحد بيتم خدمته، ودي اغلب الديسيبلينز بتاعت الكيو بتشتغل بيها. اغلب اللاينز بتشتغل بالديسيبلين ده، اول واحد بيوصل واول واحد بيتم خدمته. في ديسيبلين تاني بيبقى فيرست ان لاست اوت، ده هنبقى نتكلم عليه برضه في وقته. الاس بي تي الشورتست برايورتي تايم، ده اللي هو اقل، اللي وقت خدمته بيبقى اقل بيتم خدمته في الاول. ال بي تي اللونجست برايورتي تايم، ده اللي بيتم خدمته لو كان وقت خدمته اطول. البي ار البريورتي، وبيبقى المقصود بيها الاولويه، في حد في اثنين داخلين مع بعض ما طبقش عليهم لا فيرست ان ولا فيرست اوت ولا فيرست ان ولا لاست اوت، اثنين داخلين الطوارئ بتاعت مستشفى، واحد مجروح جرح كبير جاي في حادثه والثاني صباعه بيوجعه. البريورتي بتقول او الاولويه بتقول ان انا اخدم اللي جاي بسرعه، اللي جاي عامل في الحادثه، ده اللي ليه الاولويه عن التاني، ده البريورتي الاولويه. يبقى فيرست ان فيرست اوت، فيرست ان لاست اوت، شورتست بروسيسنج تايم، لونجست بروسيسنج تايم، برايورتي فيرست. دولت الديسيبلينز.
وارجع تاني واقول ان احنا كل الكلام ده in details هنتكلم عليه بعد كده. بس تبقى عارف ان احنا ما بنشتغلش الا على finite size، على patient behavior، وفي الغالب على first in first out discipline. الديسيبلينز التانية ديت مش هنتعرض لها قوي، هنتعرض اكتر في المسائل بتاعتنا للنوع ده الفيرست ان فيرست اوت. النوع الثالث او الاليمنت الثالث في البيزك سيميليشن موديل الريسورسز او السيرفرز. ايه هي السيرفرز كتعريف؟ سيرف ذا انتيتيز ذات ار ان كيو. السيرفرز هي الستيشنز او هي المكنه او هي الموظف المسؤول انه يخدم الانتيتي اللي موجوده جوه الكيو. السيرفر كاركترستكس بتبقى برضو ثلاث تفريعات اساسيه او 3 مين كاتيجوريز. اول حاجه النمبر اوف تشانلز، سنجل ولا مالتي. يعني حضرتك عندك سيرفر واحد مكنه واحده، ولا عندي مكانتين والمكانتين اتنين تيرنينج اتنين بيقوموا بنفس الوظيفه، عندي موظف واحد، ولا عندي اربع موظفين بيردوا على الكول سنتر بيعملوا نفس الخدمه. هي الفكره كده، هل انت شغال بسنجل ولا بمالتي. في السيرفيس ميكانيزم احنا هنشتغل على النوعين دول، احنا هنشتغل على السنجل سيرفر وعلى المالتي سيرفر، السنجل شانل والمالتي شانل. الكاركترستيك الثانيه النمبر اوف فيزز ان سيرفيس ميكانيزم، هل سنجل ولا مالتي. بمعنى هل حضرتك بيتم خدمه العميل على ستيشن واحده او على مكنه واحده او على سيرفر واحد موظف واحد وبيمشي وبيعمل ليفنج للسيستم يعني سنجل، ولا بعد ما بيخلص المكنه بعد ما تخلص تشغيل الشغله الشغله دي بتخش في سيرفر تاني تروح لمكنه تانيه تعمل عمليه تانيه عليها، وبعد ما تخلص تروح لعمليه ثالثه. يعني بتقعد تتنقل جوه السيستم في كذا فيز. فدوت اللي هو النمبر اوف فيزز ان سيرفيس ميكانيزم، وهندرس النوعين دول في السيرفر لما نبدا ناخد المسائل. عندنا انواع كده وانواع كده. السيرفيس تايم ديستريبيوشن، هل حضرتك السيرفر بتاعنا بيشتغل اكسبوننشال؟ اكسبوننشال يعني بيبدا بمعدل خدمه عالي ومع الوقت يبدا يقل، ولا معدل الخدمه بتاعه ثابت؟ لو كان السيرفر بتاعك بني ادم او مش شرط بني ادم، مكنه بتوبريت باي هيومن يعني مكنه بني ادم اللي بيشغلها، فبيبقى دايما معدل الخدمه بيكون اكسبوننشال. البني ادم الطبيعي في بدايه الشيفت بتاعه وهو لسه مستلم الشغل بيبقى مفوق، بيبقى فريش، الانتاجيه بتاعته بتبقى ماكسيمم. مع الوقت بيحصل ديجريديشن ليه، يبدا الانتاجيه بتاعته تفضل تقل واحده واحده. فبالتالي احنا بنقول ان طالما السيرفر بتاعك يا اما بني ادم او مكنة بس بتشتغل ببني ادم، فبيبقى دايما نوع الخدمة بتاعنا او وقت الخدمة بيبقى اكسبوننشال، بيبدأ بمعدل خدمة سريع قوي، بيبقى فيه خدمة كتيرة للانتيتيز كتير، ومع الوقت الخدمة بتبدأ تقل للانتيتيز، الخدمة المعروضة بتبدأ تقل. اما لو كانت مكنة اوتوميتد فبيبقى دايما معدل الخدمة كونستانت ثابت، زي المكنة الاي تي ام. المكنه الاي تي ام معدل الخدمه فيها دايما ثابت ايا كانت الاوبريشن اللي هتعملها عليها، مميكنه بالكامل، مفيش عنصر بشري بيتدخل فيها. تمام؟ انت كبني ادم انت المشكله عندك، هنفترض ان انت كبني ادم بقى اللي احنا كلنا زي بعض بندخل الانبوتس كلنا زي بعض، انا عايز اسحب كذا، انا عايز اعمل ايداع كذا، ايا كانت الاوبريشن، نفس احنا كل الكواليتي او نفس الكواليفيكيشن نفس المؤهلات كلنا بنتعامل معاها بسرعه، فهي كمكنه معدل خدمتها بيبقى ثابت ما بيتغيرش. وهندرس انواع مسائل كده وهندرس انواع مسائل كده. يبقى في السيرفر كل الحاجات دي كلها هندرسها، وتاني هنتكلم بالتفصيل في شابتر 4 عن الكلام دوت ان ديتيلز. بقى نيجي بعد كده للعنوان التاني ابلكيشنز اوف سيميليشن. احنا عندنا يا جماعه السيميليشن بتستخدم ليها ابلكيشنز كتير جدا، كمثال المانيفاكتشرنج سيستمز، الميليتري اور ويبونز اور تاكتكس، الانفنتوري سيستم، الترانسبورتيشن فاسيلتيز، فاينانشال اند ايكونوميك سيستمز، والانترتينمنت. بمعنى ايه؟ ده سؤال ممكن اجيبه لك، قول لي ايه هي الابلكيشنز المختلفه للسيميوليشن. فالمحاكاه دي اغلب التطبيقات بتاعتنا، عندنا في ست
أفرع رئيسية بيتم تطبيق السيميليشن فيهم. أنظمة الإنتاج المختلفة، والاسم اللي قدامها ده الكوميرشال سيميليشن سوفت وير، دي أسماء سوفت وير بتستخدم في حالة المانيفاكتشرنج سيستم عشان تساعدني نعمل سيميليشن. الأرينا منهم واحد وده هناخده في المعمل، والإيرباك ده سوفت وير تاني. الميليتري ويبنز أور تاكتكس، في عندنا أبليكيشن اسمه مايلو رينج. المايلو رينج ده أبليكيشن أقدر عن طريقه لو أنا في عندي سلاح جديد أقدر أختبر القوة التدميرية بتاعته، المدى بتاعه، تأثيره، فكه وتركيبه. لو أنا عندي خطة عسكرية معينة أقدر أستخدمها. المايلو رينج مثلا كمثال في فترة الكوفيد 19 الفيروس كورونا المستجد، أول لما بدأ معانا في شهر 3 اللي فات دول العالم كلها قفلت، فمن ضمن القفل كان الجيش الأمريكي، فكانوا خلوا الجنود كلهم يبدأوا يشتغلوا في البيت على المايلو رينج أو على السوفت وير ده. هو جواه فيه كمان حاجة كده زي جيم صغيرة، زي أوبشن كده ممكن تبقى زي فيه لعبة، فبالتالي الجنود ابتدوا يتدربوا عن طريقه. فبدل ما انا قاعد في البيت وببدا افقد مهاراتي القتاليه ولا كلام من ده، لا ده انا ببدا اتدرب عن طريق سوفت وير بالمنظر. الانفنتوري سيستم ان لوجيستكس دوت سوفت وير، ده بيستخدم في نظام اداره وارشفه المخازن. الترانسبورتيشن فاسيلتيز في نظام انظمه المواصلات ان لوجيك. طبعا انتوا شايفين ان في عندنا في ثوره في موضوع الطرق والكباري النهارده، طرق كتير، كباري كتير. اغلب الطرق والكباري دي ما بتتعملش بشكل راندوم، مفروض انها بتبقى بشكل مدروس. طب بيدرس الكلام ده ازاي؟ في داتا بتتجمع، والداتا دي بتبدا يتغذي بيها البرنامج كمثال لو احنا اخذنا الاني لوجيك، ويبدا بعد ما بغذي بيها البرنامج ابدا احط انا حلول مقترحه جوه السيميليشن، وابدا اشوف المحاكاه شكلها عامله ازاي. لو احنا عملنا كوبري يربط من النقطه دي والنقطه دي، ايه اللي هيحصل في الفلو؟ ايه اللي هيحصل في الترافيك؟ لو انا عملت اشاره في الحته دي ايه اللي هيحصل؟ قفلت اليوتيرن ده، فتحت يوتيرن هنا، بتبدا تعمل انت حاجات بعد ما بتدخل البيانات وتغذي البرنامج بتاعك، وتبدا تشوف التاثير بتاعه ده شكله عامل ازاي. بناء عليه تبدا تعمل بقى ديزاين، خلاص يبقى الطريق دوت هنطوره، هنعمل فيه عدد كذا كوبري، عدد كذا مفارق، هنعمل اللي هو تيوتيرن، هنقفل هنا، هنخلي الحته دي اتجاه واحد، هنخلي الحته دي اتجاهين، بناء على النتيجه اللي احنا شفناها في السيميليشن. مش شاء الله نعك الطرق ونلخبط الدنيا ونبدا نشوف الناس بتخبط في بعضها، نبدا نفكر في حلول. Financial and Economic Systems طبعا ديت سوفت ويرز كتيره قوي تستخدم في الموضوع ده، نظام تحليل الانظمه الاحصائيه والانظمه الاقتصاديه زي مايكروفيت، اي فيوز، اس بي اس اس، سمارت بي ال اس. كل ديت حاجات مختلفه الناس النهارده بقت تستخدمها بحيث انها تقدر بتحلل الاداء الاقتصادي، وتبدا تشوف السهم ده متوقع انه يزيد، السهم ده متوقع انه يقل، وهكذا، ونحلل شكل الكلام دوت ازاي. وطبعا اغلب الشركات بتاعت الاسهم بتعتمد على سوفت وير معين، بيعمل سوفت وير معين اللي هو بيعرض عليك خدمتك، تعالى واحنا نشغلك، يجي يكلمك الولد المندوب يقول لك انا بعرض عليك السهم الفلاني متوقع ان سعره يزيد، متوقع دي كانت بناء على اي اساس؟ على داتا اتعمل لها اناليسيس بسوفت وير معين، وتوقع ان السهم ده ممكن سعره يقل او سعره يزيد. طبعا ما بتكلمش على الحاجات الطارئه، الحاجات حصلت كارثه، حصلت تفجيرات، حصلت مجاعات، حصلت اي حاجه ثانيه اثرت على اسعار الاسهم، ده موضوع ثاني. احنا بنتكلم في الطبيعي، في الكيس الطبيعي. فالسوفت وير بتتوقع الحاجات دي. الانترتينمنت التسليه زي مثلا عندنا مايكروسوفت فلايت سيميوليتور، بي اس، الفيفا، كل دي جيمز وكلها حاجات انتوا بتلعبوا بيها. وزي ما انتوا شايفين النهارده مثلا البلاي ستيشن، الناس اللي بتلعب بلاي ستيشن على احدث اصدار من الجيمز يقول لك بقت اللعبه بقت رخمه. رخمه ليه يا عم؟ يقول لك ده اللعيب بقى لازم تظبط جسمه قوي، وهي ما بقتش رخمه، هي بقى فيها مور رياليتي، بقى فيها واقعيه اكتر، بقى فيها محاكاه اكتر، فابتدى الاداء بتاع اللعيب لازم توجه اللعيب صح علشان يعرف يتحرك في الزاويه دي. فالموضوع ده كل ده سيميليشن، كل دي محاكاه، انت بتعمل محاكاه لماتش. المايكروسوفت فلايت سيميليتور ديت جيم، الجيم دي تقدر تلف في العالم كله بطياره، بس تركب طياره تختار الموديل بتاعها وتعمل بيها تيك اوف، تطير بيها. طبعا لو ما عرفتش تطير بيها واتكسرت هتتكسر، لو اديت امر غلط هتتكسر،
وتعرف ازاي تعمل لاندنج وازاي تعرف تلف وتشوف الدنيا كلها وانت قاعد قصاد جهاز البي سي او قصاد البلاي ستيشن او الاكس بوكس بتاعك. كل ديت ابلكيشنز مختلفه لست افرع اساسيه في الحياه بيتم تطبيق السيميليشن او المحاكاه فيها. طيب نيجي بقى للادفانسز اوف سيميليشن او ما هي مميزات المحاكاه. اول حاجه simulation enables the study of internal interaction of a system. طب انا استاذنكم قبل ما نخش على الادفانسز بعد اذنكم كده الناس كلها اكتب لي اسمك وسكشنك في الشات بس ابدا برقم السكشن. اكتب رقم السكشن الاول وبعدين اسمك في فايل على الشات لو سمحت. شات ايه بالظبط بعد اذنك؟ الشات بتاع البرنامج يا باشمهندس بتاع برنامج الزوم. دكتور لو سمحت حضرتك انا وصاحبي كنا بنحضر بنفس الجهاز المره اللي فاتت فدي مشكله فيها مشكله لو كنا كاتبين اسمنا احنا الاثنين. ممكن يا عبدو اعرف اسمك بالظبط يا عبدو؟ عبد الله خميس عبد الله مرار. يا عبد الله يعني ايه انا وصاحبي بنحضر من نفس الجهاز يا عبد الله؟ انا مش فاهمها دي. لا حضرتك يعني تليفوني فصل شحن فانا وهو كنا بنحضر على الجهاز بتاعه. مين 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 اللي بيحضر معاك يا عبد الله؟ مصطفى ابراهيم. فين مصطفى ابراهيم ده؟ اسمك ايه على على الزوم؟ ايه؟ طب اعمل له منشن طب. اعمل له منشن. عبد الله انت مش بتقول مصطفى معاك يا عبد الله؟ ايوه يا دكتور. طب هو فين؟ ما بيتكلمش ليه؟ اتكلم. نعم انت مصطفى انت ازاي انتوا الاثنين بتحضروا الاثنين مع بعض؟ انا مش فاهم ادي يا مصطفى لو سمحت. هو كان المحاضره اللي فاتت تليفونه فاصل. فحضر يعني حضرنا على موبايل واحد يعني. طب ده المحاضره اللي فاتت والمحاضره بتاعت النهارده برضه موبايله فاصل؟ لا 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 كل واحد على تليفون. يعني مصطفى انت حاضر لوحدك يا مصطفى؟ طب ما تتكلمش ليه يا مصطفى من الجهاز بتاعك؟ انا ما هو معاه جهازه برضه يعني احنا قاعدين جنب بعض يعني. فين مصطفى؟ انا مش شايفه في الحضور. ايوه يا فندم انا لسه كاتب. فين اسمه؟ كاتب الشات لسه كاتب. فين مصطفى؟ مصطفى ابراهيم سيكشن 6. تمام يا دكتور؟ بعد اذنكم يا شباب كل واحد بعد كده يحضر في جهاز لوحده. مش حاجه اسمها احنا الاثنين حاضرين من جهاز واحد دي. واحنا عاملين لكم اونلاين عشان نعمل تعاون اجتماعي عشان انتوا الاثنين تحطوا بقكم في بق بعض. كل واحد يقعد لوحده. حلوه ديت عاملين لكم اونلاين في الاخر انتوا قاعدين انتوا الاثنين جنب بعض. يا دكتور والله كان تليفون فاصل وكده. فاصل مش فاصل يا باشمهندس انا قلت لك كل الحجج بتاعت الاونلاين دي انا بالنسبه لي ولا تسوى ثلاثه تعريفه. انت لو النهائي بتاع دوري ابطال افريقيا وبتلعب الساعه 3 الظهر الاهلي والزمالك هتتشقلب وهتتفرج عليه. هتتشقلب وهتتصرف. فلما تبقى ليكم مزاج لحاجه بتعملوها ده اونلاين. عندك لابتوب، عندك موبايل، عندك جهاز ديسكتوب، عندك الاكاديميه المكتبه بتاعتها فيها انترنت، كل حته في الدنيا فيها نت وفيها اجهزه. اقعد في مكان اللي واعمل لوجين واختار. انما احنا الاثنين قاعدين في الاخر مع بعض يا حلاوه. دكتور حضرتك بتقول المكتبه فيها انترنت لما نطلع فوق ما فيش الكلام ده يا دكتور يعني. انا مثلا وانا في الكليه وقعدت احضر مثلا محاضره اونلاين ما فيش الكلام ده مع يعني انت طلعت المكتبه قالوا لك ايه لما طلعت المكتبه؟ طلعت المكتبه يا دكتور وما فيش. ايوه قالوا ايه ما فيش؟ قالوا لك ما فيش ولا قالوا لك ايه بالظبط؟ بتخش من غير الكتب كمان يعني لو انت معاك حاجه عايز تذاكر فيها بتخش من غيرها قال لك لا ممنوع. طيب انا بكره هسال الموضوع ده واشوف ايه الموضوع ده. حاضر يا
حضرتك يعني دكتور بعد انا لسه عندي محاضره ولسه مروح من الطريق اهوت بعدين معايا جيم. محاضره ايه يا باشمهندس؟ مفيش محاضرات في الاكاديميه يا باشمهندس. انا كان لسه عندي سيكشن مخلصه على الله يرحمه. قلت لي محاضره. اه انا اسف. طيب برضه في حته اللي عندك سيكشن ده، طب انت بتتكلم معايا من جهاز اهو. انا بتكلم من الموبايل على جنب لسه المحاضره دي ساعه. انا فاتح داتا والله جت كده تلقائي بان انا كان معايا شحن داتا، ما اعرفش المره الاسبوع الجاي يبقى معايا ولا لا. انا مش عارف اقول لك ايه يا باشا. نرجع نكمل يا جماعه مره، نرجع نكمل الادفانتجز اوف سيميليشن او مميزات السيميليشن. اول حاجه سيميليشن انيبلز ذا ستادي اوف انترنال انتراكشن اوف ا سيستم. المحاكاه بتمكننا من دراسه التفاعلات الداخليه بتاعه سيستم. طبعا دي اهم ميزه موجوده عندنا في السيميليشن، لان مثلا لو انت حضرتك بتعمل ديزاين للعفشه بتاعه العربيه، انت عندك العربيه اربع كاوتشات وكل كاوتش يبقى في عنده في سيستم سبرينج وفي دامبر دامبنج، تمام؟ ده بالصوره المبسطه خالص، ما اتكلمتكش بقى على تفصيل العفشه الثانيه على الكبالن على الكنترول ارم، ما اتكلمتكش على كل الكلام ده ببساطه خالص. هنقول ان عندنا في سبرينج وفي دامبر. طيب انا لو انا العفشه بتاعت العربيه ديت هندرس الكورتر فيكل او هندرس ربع العربيه، ربع العربيه يعني عجله وسبرينج ودامبر فقط لا غير، وعايزين نعمل سيميليشن للموضوع ده. لو انت عملت الموديل للمساعد بتاع العربيه، الدامبر ده عملت له موديل، حضرتك انت خدت ان الدامبنج بيساوي الدامبنج كوفيشنت في السرعه، يعني سي في اكس دوت مثلا دي الدامبنج فورس. تقدر تعمل معادله بسيطه خالص سمبل ايكويشن تقول ان الدامبنج عباره عن سي اكس دوت. وممكن لو انت عايز تدرس السيستم بطريقه اعمق شويه، لا انا امسك المساعد ده وابدا افكه واشوف الاجزاء بتاعته واشوف بيشتغل ازاي. هلاقي ده عباره في جوه في زيت، والزيت ده بيبدا يحصل له انضغاط ففي بريشر بتتكون، والاقي ان المساعد في من جوه في 3 تشامبرز ثلاث غرف، والاقي اللي انا عندي في صمامين مجموعات او مجموعه من الصمامات، وعندي اتنين بيستونز في بيستنين جوه المساعد، الاقي تفاصيل تانية كتير. لو انا قدرت ادرس التفاصيل دي كلها واطلع لها معادلات رياضيه، اقدر الدامبر بدل ما اقول انه عباره عن سي اكس دوت، لا ده انا اقدر ادسكرايب الدامبر ده ب 27 معادله. 27 معادله. طبعا انا دلوقتي انا عملت ايه؟ دخلت انترنال جوه السيستم، بدات اشوف تاثير الزيت على البستم والعربيه بتاخد مطب اللي بيحصل جوه المساعد. فوقت لما اجي احب عايز اعمل تطوير، اقدر بما اني عامل محاكاه للمساعد بصوره جيده، انا عملت موديل كويس جدا، عملت ماتيماتيكال موديل ب 27 معادله، فده ماتيماتيكال موديل قوي جدا، اقدر دلوقتي ابدا اعدل في الموديل بتاعي اللي احنا فيه عندنا فالف او صمام جوه نقفله شويه، صمام تاني نفتحه شويه، في عندنا اورفيس او فونيا واسعه لا نضيقها، في عندنا في سبرينج جوه نزود الاستفنس بتاعته ده جوه الدامبر بعيد عن السوسته الثانيه بتاعت العربيه. فبالتالي انا بدات ادرس انترنالي داخليا ايه اللي بيحصل جوه الدامبر والعربيه ماشيه وبتاخد مطب، على حيث لو انا عايز اعمل امبروفمنت او عاوز احسن او اطور من المنتج بتاعي اللي هو المنتج بتاعي في الاخر يا اما الدامبر يا اما العفشه، عايز اطور العفشه اعمل العربيه اقوى، اعمل العربيه تبقى العفشه بتاعتها افضل، تمام؟ فانا دخلت في التفاصيل. فاللي بيمكننا من حاجه زي كده هي السيميليشن، المحاكاه، اللي احنا ازاي نبدا ندخل جوه التفاصيل الدقيقه للسيستم بتاعنا. الاوبشن الثاني او الميزه الثانيه او الادفانتج الثانيه جيننج انفورميشن انسايد ذا اوبريشن اوف ا سيستم وذاوت ديستربنج الاكشوال سيستم. ان احنا نقدر نتحصل على معلومات من خلال نظام عمل السيستم بتاعنا او المنظومه بتاعتنا
من without disturbing the actual system, من غير ما نزعج او نبوظ السيستم الاساسي. خط انتاج بدل ما بنزل اوقف انا عايز اعرف المكنه الفلانيه الشغله بتاخد وقت قد ايه عليها، بدل ما اعطل خط الانتاج وانزل وامسك العامل واوقفه واقيس واعمل واعطل الدنيا عشان اخد معلومه بسيطه قوي، ان مجرد عايز اعرف الشغله بتاخد وقت قد ايه على المكنه دي. لا، لو انا عامل سيميوليشن كويس اقدر من خلال السيميوليشن ده يقول لي، طلع لي تقرير ان الورك بيس عطلت في الحته دي خدت وقت قد كذا، فبالتالي انا خدت معلومات اقدر اخد المعلومه اللي انا عايزها من غير ما اعطل السيستم الاساسي ولا اجي ناحيته ولا اقرب له خالص. الميزه الثالثه changing the input data and inspecting the effect of these changes on the model's behavior can be observed. اللي احنا نبدا نقدر نغير الانبوت بتاع السيستم او الانبوت بتاع الداتا اللي جوه السيستم. ما هو ممكن يبقى جوه السيستم في سب سيستمز او سب موديولز، في اجزاء صغيره كل جزء ده ليه انبوت خاص بيه، فنقدر نغير الانبوتس دي ونشوف تاثيرها على الموديل بيهيفير شكله عامل ازاي، وبناء عليه ده طور ولا اساء في 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 البرفورمانس بتاع السيستم بتاعي. عندنا خط انتاج، خط الانتاج دوت انا عايز اخلي المكنه اللي بتعمل اوبريشن واحده هعمل لها دوبليكيت، هضاعفها اخليهم مكانتين، هضيف على خط الانتاج اثنين تيرنينج مخرطتين. طيب عايز اشوف ده تاثيره عامل ازاي، بدل ما اجيب مخرطه واركب واعمل واصرف وفي الاخر اقيس واشوف، لا ده في خلال الموديل بتاعي جاست هيبقى بكليك واحده بس، مجرد انك عامل سيستم قوي هضغط كليك اغير اليوتيلايزيشن، المكنه بدل بقت واحد بقت اثنين، شفت البرفورمانس شكله عامل ازاي، وبالتالي شفت ان البيهيفير بتاع الموديل كله بقى شكله عامل ازاي بمجرد تغيير بسيط جدا في الانبوت. الاوبشن الرابع او الادفانتج الرابعه experimentation in compressed time، وهي الاختبار في وقت ضيق جدا او في وقت قليل جدا. وخد بالك في فرق ما بين حاجتين، في فرق ما بين انك تاخد وقت عقبال لما تعمل كرييت للموديل، ده بياخد وقت وده من ضمن عيوب السيميليشن انها consuming للتايم، بتستهلك وقت كتير. انا عشان اعمل موديل في الاخر انا ممكن افضل ابيلد او افضل ابنيه فتره طويله قوي، انما في فرق ما بين انك تبني موديل وفي فرق ما بين انك تبدا تعمل تجارب على الموديل. كلمه اكسبيرمنتيشن كومبريس تايم، ان زي ما بقول لك دلوقتي انا عايزين نخلي المخرطه يبقى مخرطتين، دبل كليك وخليت بدل ما هي واحد خليتها اثنين، عملت دبل كليك على المكنه وبدل ما الفاليو بتاعتها كانت واحد خليتها اثنين، دوست انتر خلاص انا عملت تجربه في نو تايم، مجرد الوقت بس بتاع دبل كليك بتاع الماوس والاثنين دوست عليها على الكيبورد. انما اني اعمل كرييت للموديل ده خد وقت، ده حاجه ثانيه. انما هي نفسها نبدا نغير، بنعمل تجارب كتير في وقت ضيق جدا، ودي ميزه كبيره من مميزات السيميليشن. الميزه الرابعه easily demonstrated models. ليه بقى؟ حضرتك انت في الاخر خالص بعد ما بتخلص السيميليشن، اغلب السيميليشن سوفت وير النهارده بقى في عندنا اوبشن اسمه الانيميشن. كان زمان الاوبشن دوت موجود في ابلكيشنز ضيقه قوي اللي بتاع حاجات اللي بتعمل سيميليشن. لا، النهارده بقى الانيميشن موجود في اغلب البرامج اللي بتعمل محاكاه، بحيث انه يقدر بعد حضرتك ما بتخلص النموذج بتاعك وبعد ما بتخلص البرنامج بتاعك تبدا تطلع نتيجه، النتيجه ديت فيها انيميشن، فيها حركه، فيها حياه. لو انت بتعرض الموضوع على الراجل متخذ القرار اللي هو جايبك في الاساس عشان تحل له مشكله، بدل ما انت بتوري له تقارير احصائيه وجرافس وارقام، ولغه الارقام بتبقى لغه عقيمه شويه غلسه في الفهم، فانت بتوري له انيميشن، بتوري له كوت الورك بيس وهي ماشيه على خط الانتاج وبيحصل لها هاندل من بارت من مكنه لمكنه لمكنه لحد ما طلعت في الاخر منتج، وكل مره بيحصل فيها هاندلنج او بتتنقل في تايمر كده ساعه بتظهر بتقول هي اتنقلت خدت وقت قد ايه. فانا ضفت عنصر الانيميشن علشان وانا بدي المعلومه للراجل اللي هو الديسيشن ميكر اللي هو متخذ القرار يقدر الموضوع بالنسبه له بقى سهل. فدي من ضمن المميزات الاساسيه او الادفانتجز الاساسيه في السيميليشن، موضوع الايزلي ديمونستريتد مودلز، ان الموديل النهارده بقت الستريتف، بقت شارحه نفسها، بقى عنصر الانيميشن كمان بالذات بقى بيدلنا في السوفت وير
الاوبريشن بتاعت السيستم بمنتهى السهوله ومنتهى الوضوح، وطبعا وكالرد وورنينجز وكل الحاجات بقت تظهر. رقم 6 testing new concepts or policies to improve system performance، اللي احنا نبدا نختبر كونسبت جديد او اسلوب جديد او طريقه جديده عشان احسن السيستم، اختبرها بدل ما اطبقها فعليا. احنا مثلا تخيل كده احنا عاملين سيميليشن لنظام التسجيل في الاكاديميه، واحنا كل ترم بنعمل تعديل عليه، مره ننزل لكم ابلكيشن تملوه اونلاين وتعملوه، مره مش عارف ايه، كل ترم بيبقى فيه تجربه. طب ما بدل ما احنا كل شويه بنغير البوليسز وبنغير الكونسبتس بتاعت شغلنا، لو احنا عاملين سيميليشن سوفت وير لنظام التسجيل، ابدا اقدر عن طريقه احط البوليسز المختلفه واشوف انهي واحده اللي في الاخر هتنعكس ان التسجيل يتم بشكل كويس والطلبه ما ما ما, ما تبقاش زعلانه ومتضايقه. نقدر الموضوع ده نعمله لو احنا قدرنا نعمل سيميليشن للبروسيس دي بشكل كويس. دي كده نقدر نقول عليها المميزات الاساسيه بتاعه السيميليشن. تمام، فدولت 6 حاجات اساسيه. طبعا لو انا جبت لك سؤال بقول لك ايه هي الادفانس اوف سيميليشن، كتبت لي الستة اتس اوكي، كتبت لي 5 ماشي، 4 اوكي، طبعا اقل من كده تبقى انت بتهرج. طب كتبت لي اي واحده من دول بطريقتك انا ما عنديش مشكله، اهم حاجه اني وصلت لي الفكره اللي انت عرفت ايه مميزات السيميليشن. When simulation is not appropriate، السيميليشن ما تكونش مناسبه او ما تكونش ملائمه، في مواقف معينه، في سيتويشنز معينه، في مسائل معينه بتبقى السيميليشن فيها غير مرغوب فيها او ما ينفعش تتعمل. لو مثلا لو كانت المساله او المشكله اللي قدامنا كان بي سولفد باي كومن سنس، تقدر تتحل بالكومن سنس ببساطه. يعني كمثال اديك مثال كده حاجه بلدي قوي، يعني تخيل مثلا محل فول وطعميه، محل فول وطعميه، والراجل دوت عنده واحد على الكاشير وعنده واحد واقف كده على البنك او الفاترينا بيعمل هاندلنج، بيسلمك سندوتشات، عنده 2 واقفين مثلا، وعنده جوه المطبخ فيه 3 بيجهزوا سندوتشات مثلا. يعني المحل فيه 6 انتيتيز او 6 سيرفرز، واحد على الكاشير، واحد واقف على البنك بيعمل هاندل بياخد السندوتشات من المطبخ ويسلمها، ودولت 2 اللي واقفين على البنك، وفي عندك جوه في الكيتشن في 3 بيجهزوا سندوتشات. يوم الجمعه بعد الصلاه رش اور، الدنيا زحمه جدا، انت صاحب المحل، لقيت طابور طويل واقف على الكاشير، طابور طويل قوي، والناس اللي واقفه جوه على البنك تقريبا فاضيين، يا دوبك اصل اللي بينفد بجلده وبيطلع من عند الكاشير يا دوبك بيخش عقبال ما يقول اوردر بيكون جهز، واللي في المطبخ قاعدين يعني 2 شغالين وواحد عمال يساعدهم كده، مش شغالين او مش هيفي ديوتي قوي. هل الموضوع مشكله زي دي، هل محتاج اللي عاملاه سيميوليشن واعمل تيستنج للنيو كونسبتس واعمل تشينجينج في الداتا انبوت عشان احلها، ولا ممكن ببساطه انت كواحد مدير للمكان او للمطعم ده انك تاخد قرار فوري تسحب واحد من المطبخ مثلا توقفه جنب الكاشير يساعده، يبقى بدل ما بقى عندي كاشير بقى عندي 2، يبقى انا حليت مشكله بالكومن سنس، مش محتاجه اني اعملها سيميليشن. قيس على كده بقى حاجات كتير، يبقى في عندنا بعض المشاكل المعينه، عندك مشكله في خط انتاج، خط انتاج ماشي ان سيريز 3 مكنات ورا بعض، المكنه الاولانيه انتاجيتها عاليه، المكنه اللي في الاخر انتاجيتها عاليه، المكنه اللي في النص بطيئه. هل الموضوع محتاج نعمل سيميليشن ستادي عشان يقول لنا في الاخر ان المكنه في النص دي محتاج نعملها دوبليكيشن، نخليها مكانتين او 3 او 4؟ الموضوع مش محتاج، ده بالكومن سنس. المكنه اللي معطله لي الانتاج دي يعمل لها صيانه، يعمل لها ابجريد، يطورها، يخليهم 2، يخليهم مكانتين. ففي بتبقى حلول بالكومن سنس مش محتاجه سيميليشن، لان السيميليشن مكلف، وده اللي هناخده كمان شويه في عيوب السيميليشن. يبقى اول حاجه لو السيميليشن بروبلم كان بي سولفد باي كومن سنس، يبقى السيميليشن از نوت ادفايزد، غير ينصح بالسيميليشن، او نوت ابروبريت، الاثنين نفس المعنى. ممكن اقول لك when simulation is not advised او when simulation is not appropriate. رقم 2 if it is easier to perform a direct experiment، لو كان اسهل لنا اللي احنا نعمل تجربه مباشره، مش فبالتالي مش مضطر اني اعمل simulation. يعني عايز اعرف
جبنا مكنة جديدة والمكنة دي عايز أعرف جودة السطح اللي بيخرج منها شكله عامل إزاي. مش محتاج إن أنا أعمل سيميليشن وأعمل موديلينج وأعمل نموذج للمكنة علشان يحسب لي جودة السطح تبقى عاملة إزاي. من عندي المكنة قصادي عينة أهي، شغل المكنة وأعمل تجربة، حط شوط قطع معينة وشوف السطح شكله عامل إزاي. قيمت المكنة وعرفتها. يبقى في حالات معينة السيميليشن نوت أدفايز، لا ينصح بيه إذا كنا نقدر نعمل تجربة مباشرة ونقدر ناخد نتيجة. حد عنده سؤال؟ دكتور، الفرق بين الأولى والثانية يعتبر هي هي؟ لا مش هي هي. لما نقولك can be solved by common sense يعني في حاجات مش محتاجة تجربة. أنت مش محتاج تعرف معلومة هنا، أنت محتاج أن تعمل تحسين في الأداء السيستم. فهتحسين في أداء السيستم عن طريق اللي أنا حاجة بالكومون سنس حلتها، سحبنا واحد من جوه وقفناه هنا بره، خلاص المشكلة اتحلت. انما الحاجه الثانيه اتس ايزير تو بيرفورم دايركت اكسبيرمنت، عايزين نعرف جبنا مكنه جديده وعايزين نعرف المكنه دي السيرفيس ريفرنس اللي بيطلع منها شكله عامل ازاي. ففي الحاله دي انا هعمل تجربه، اعمل تجربه وقيس السيرفيس ريفرنس، مش محتاج تعمل موديل وتعمل ارتفيشال انتليجنس وتكبر الدنيا قوي عشان في الاخر تبريدكت تتنبأ ان السيرفيس ريفرنس من المكنه ده هيطلع كام. لا اعمل وقيس، الموضوع سهل. فدي حاجه ودي حاجه. انا هنا وقت في الحاجه الثانيه انا ما عنديش مشكله وبحلها، انا عايز اعرف معلومه، فعايز اعرف معلومه دي قدرت اعملها بتجربه مباشره. ما احنا قلنا ان من ضمن المميزات بتاعه السيميليشن جيننج انفورميشن احنا بنحصل على معلومات. فانت هنا محتاج تحصل على معلومه، فانا عندي طريقتين، يعمل لها سيميليشن يعملها بالطريقه بدايركت اكسبيرمنت. طب اذا كنا اسهل، خد بالك كلمه اسهل، لان احيانا بتبقى التجربه صعبه، تجربه فيها معقده في اجراءها. إذا كانت التجربة أسهل اللي إحنا نقدر نعملها ونقيس نتيجة، يبقى خلاص يبقى بالتجارب المباشرة أوفر وأفضل ما نعمل سيميليشن. رقم ثلاثة، simulation shouldn't be used if the costs exceed the saving. طبعا لا ينصح تماما بالمحاكاة لو كانت اللي هنوفره من السيميليشن أقل بكتير من ثمنها. يعني تكاليف إنشاء simulation software وبرنامج وحد يعمله لك اغلى بكتير قوي من اللي هتوفره. يعني تخيل كده مثلا معايا كشك في الشارع والراجل دوت بيبيع شيبسي ومش عارف ايه وكاراتيه وحاجات من دي، وعنده انفنتوري، عنده مخزن. المخزن بتاع الكشك دوت ايه؟ هو مش مؤجر مخزن، هو السطوح بتاع الكشك وده المخزن بتاعه، كراتين الشيبسي وبتاع مش عارف ايه، البضاعه لما بتنزلها بيحطها فوق. فالراجل دوت لقى ان احيانا كده بيحصل طلب على الشيبسي وبطعم الملح ومبقاش متاح، فعاوزك تجيبها كده. ايه ده يا باشمهندس، ده انت بتدرس موديلنج اند سيميليشن، ما تيجي تعمل لي كده برنامج صغير يعمل لي محاكاه كده لنظام المخازن عندي ومش عارف ايه وكلام من ده. تقول له ماشي. فانت برضه انت على قدك وهو على قده، فتقول له والله انا اعمل لك سوفت وير ب 2000 جنيه. يقول لك 2000 جنيه؟ اذا كان انا راس مال الكشك كله على بعضه 500 جنيه، الا 2000 جنيه. ففي حاله كيس زي دي، طبعا انا بدي لك كيس ايه، بدي لك كيس سيمبل قوي بسيطه قوي. في الواقع بقى تخيل كده مصنع مثلا حجم الانتاج بتاعه في السنه كله بيشغل مثلا بيلعب في 500000، وجي عايز يعمل يطور المصنع، فعاوز يعمل سيميليشن عشان يشوف خطوط الانتاج يقدر يعمل فيها ايه. فراح لشركه، فالشركه قالت له هنعمل لك سيميليشن ب 200000. طب اذا كان اصلا حجم اعمالي كله 500، هعمل بند واحد ب 40% من حجم من راس مالي؟ فطبعا حاجه زي دي هتبقى لا بعيده عني. فلو كانت السيميليشن تكاليفها اغلى بكتير من اللي هتوفره، السيميليشن لا ينصح بيها غير ملائمه. سيميليشن ريكوايرز داتا sometimes lots of data. السيميليشن بتحتاج داتا كتير قوي، تحتاج بيانات كتير قوي. لو ما كانش فيه داتا افيلبل او مفيش حتى تقديرات للداتا ديت، السيميليشن از نوت ادفايز، لا ينصح بالسيميليشن في هذه الحاله. لما بتكون عايز تعمل تجربه يعني ابسط مثال للموضوع دوت مثلا موضوع الاي اي او الارتفيشال انتليجنس في جوجل. حضرتك وانت بتكتب، اول ما تكتب حرف او حرفين من حاجه معينه بيبدا جوجل يسجست عليك، يقول لك محتاج كذا ولا كذا ولا كذا. هو الموضوع ده جابه ازاي؟ عن طريق ملايين التجارب اللي اتعملت. ملايين التجارب دي بمليونز اوف داتا، داتا كتيره قوي، بيج داتا بنتكلم، دايما المصطلح ده بيتقال بيج داتا، داتا ضخمه جدا اتجمعت من مستخدمين كتير جدا.
فابتدى يتوقع ايه الحاجه اللي بيتم السيرش عنها. طبعا ده غير الداتا اللي اتجمعت عنك انت شخصيا، جوجل جمع داتا عنك ومجمع داتا تانية من يوزرز تانيين، فاول لما تبدا تكتب يبدا يبريدكت يتوقع. ما ده في سيميليشن هنا بقى دلوقتي، في محاكاه بتحصل. فلو ما فيش داتا، لو انت بقى داخل بقى ببرنامج في بي ان ومستخدم مثلا سيكيورد براوزر ثور ولا اي حاجه من الحاجات اللي هي السيكيورد دي مش الحاجات العاديه، بحيث ان اللي قصادك ده مش عارف ياخد من عندك منك داتا، مش هيعرف يشتغل، مفيش سيميليشن هيحصل، مش هيحصل لك بريدكشن، مش هيقول لك ايه المتوقع اللي انت تكتبه دلوقتي. فلو الداتا ناقصه نفس الكلام بقى، لو انت معروض عليك مشروع، تعالى يا باشمهندس اعمل لي سيميليشن للمكنه دي. طيب المكنه دي يا جماعه فين الكتالوج بتاعها؟ مش موجود. طيب تحاول تستقرب المكنه دي، تشوف ايه اقرب حاجه ليها في السوق وتشوف الكتالوج بتاعها. دي مكنه بلغاري انتاج 1930 والشركه اصلا اتباعت واتقفلت والدوله احتلت ومبقاش في مكنه اصلا تنتج من هذا النوع خالص. مش عارف حتى استقرب بيانات ليها. يبقى في الحاله دي المشروع ده بيترفض، بيترفض خالص انت تعمل سيميليشن طالما مفيش داتا، طالما مفيش بيانات. مش موضوع مش فتحه صدر ويلا نخش نعمل سيميليشن احنا قدها، لا الموضوع مش كده خالص. هتقدر تعمل سيميليشن في داتا، تقدر تعمل سيميليشن مفيش داتا مش هقدر اعمل سيميليشن. If system behavior is too complex or can't be defined، لو السيستم البرفورمانس بتاعه او الاداء بتاعه او الاوبريشن بتاعته معقده للغايه وما يمكنش تعرفها. اكتر مثال للموضوع دوت، خد اي وظيفه من وظائف جسم البني ادم. الوظائف بتاعه جسم البني ادم من اعجاز ربنا سبحانه وتعالى انها معقده جدا جدا جدا، حاجات كتير بتشتغل مع بعضها في نفس الوقت. فلو انت خدت اي حاجه حبيت تعملها سيميليشن، خد بالك انا بكلمك على سيميليشن لوظيفه معينه في الجسم، ما بكلملكش على انيميشن. ما تقوليش لا ده اليوتيوب مليان واحنا بنشوف القلب وعمال يشتغل والدم بيتسحب وبيطلع، ما بتكلمش على انيميشن. انيميشن دي حاجه ثانيه، انا بتكلم على محاكاه. عايزين نعمل محاكاه، وعايزين نعمل محاكاه للقلب. القلب ده انا عايز احط له معادلات ايكويشنز توصفه، توصف ايه اللي بيعمله بالظبط وايه اللي بيدخله وايه اللي بيخرجه والاجزاء بتاعته كلها بتشتغل ازاي مع بعضها، التناغم اللي موجود ده عايز ابرمج جهاز يعمله. الموضوع ده تو كومبلكس، معقد جدا. دي من الحاجات المعقده. فلما يكون السيستم معقد جدا السيميليشن صعبه في الحاله دي. السيميليشن يقول لك لا فيها مشكله في الحاله دي. بيظهر بقى احنا طبعا احنا مش دكاتره ولا بنعمل سيميليشن لحاجات في الطب. يظهر احنا عندنا حاجه زي دي في ايه؟ لو حاجه فيها بيقولوا عليها بيروقراطيه كتير. يعني مثلا جهه ما مصلحه ما عايزه تعمل سيميليشن للاوبريشن اللي بتتم فيها، انت مواطن بيروح عايز يختم ورقه معينه او ياخد تصريح معين. فجوه المصلحه دي الراجل بيتنقل من مكتب لمكتب لموظف لموظف ليطلع دور وينزل دور. الحاجات دي بنقول عليها تو كومبليكيتد، السيميليشن فيها صعب، مش هنقول مستحيل، بس اللي هو ايه الديفينيشن بتاعه عشان يبقى ديفاين بيبقى تو كومبلكس، بقى معقد قوي. فدي حاجه زي دي بتبقى صعبه شويه اللي احنا نقدر نعمل لها سيميليشن. دي كده الخمس نقط الاساسيين اللي امتى السيميليشن از نوت ادفايزد او واي او وين سيميليشن از نوت ابروبريت، امتى السيميليشن ما تكونش ملائمه. ايه بقى عيوب السيميليشن؟ خد بالك ان الحاجات دي مالهاش علاقه بعيوب السيميليشن، دي مش عيوب خالص في السيميليشن. فانا بيقول لك دي كلها حاجات في السيستم تخلي السيميليشن ما ينفعش تعمل. طيب امتى بقى او نقدر نقول ان احنا في عندنا سيميليشن، السيميليشن دي عيوبها 1 2 3 فالليميتيشنز او الديس ادفانتجز عيوب السيميليشن. اول حاجه سيميليشن كانت جيف اكيوريت ريزلتس وين ذا انبوت داتا ار ان اكيوريت. السيميليشن ما تقدرش تدي لك نتائج صحيحه لو اديت لها انبوت غلط. هتقول لي طب ما هو ده طبيعي. هقول لك ده طبيعي بس الناس اللي بره في الشارع ما تعرفش كده. يعني لما يجي يدي لك بيانات غلط عن شكل الفلو في المصنع. الفلو بتاعنا بتاع الورك بيسز او بيئه العمل بتاعه العينات بتمشي ازاي، المسارات بتاعتها بالتوقيتات اللي بتقضيها على كل مكنه. الراجل صاحب المصنع لو ادالنا الداتا غلط، ادالك بيانات ناقصه
ويجي يقول لك اعمل لي سيميوليشن. هو متخيل انك انت في ايدك السحر. سيميوليشن دي بتسحر. فلما اقول له اعمل لي سيميوليشن خلاص هيحل لي المشكله. لا حضرتك اديتني داتا غلط فالسيميوليشن قالت لنا نتائج غلط. لان السيميوليشن ما بتحلش. السيميوليشن بتورينا نتيجه الانبوتس اللي بندخلها. فبالتالي ده يعتبر عيب اساسي في كل برامج السيميوليشن انها ما بتصححليش الخطا. ما بتقوليش الانبوت ده ما ينفعش. لا انت بتدي لها داتا بتاخدها الا بقى اذا كانت ايه حاجات فيتال ميستيك هتقسم على صفر تقسم على انفينيتي حاجات كده فيتال كبيره هي هتقول لك في وارنينج في مشكله. انما في اغلب الاحيان انت بتعمل حتى لو انت بتعمل سيميليشن لبرنامج سي ان سي هيشتغل على مكنه لو قلت للعده امشي لي في الاكس 500 ملي 500 وانت عندك اصلا بحر الشغل بتاعك 300 بس الامر هيتاخد ويتنفذ المكنه هتتكسر ما تتكسرش ده موضوع تاني. فاحنا بنتكلم ان السيميليشن هي ملهاش دعوه بالداتا اللي داخله صح ولا غلط. اديت داتا غلط هتطلع نتيجه غلط. انا دايما بقول لو جاربج ان جاربج اوت لو اديت زباله هتاخد زباله. بس في ليميتيشن في السي ان سي يا دكتور. نعم في ليميتيشن في السي ان سي ما يقدرش يعديها عشان دي حاجات كلها ابديتس بقت تحصل. والابديتس دي مينلي بتبقى من الهاردوير كونسترينز. لما انا بكلمك في الحاجات القديمه شويه خد بالك المكن اللي موجود بره مش زي المكن اللي عندنا متطور شويه. هتلاقي في مكن اقدم من كده بكتير في الشارع. هتدي له ارقام هيخرف وهيبوظ وهيهنج والدنيا بايظه. الموضوع كله مش زي دلوقتي. في حاجات دلوقتي بقت تدي لنا وورنينجز وتعذيرات بس برضه ما زالت عندنا مشاكل كتير. لان انت لو انت اديت داتا غلط بلاش اديت 500 والبحر 300. لو انت قلت لها الشغل عندك 120 وقلت لها اتحركي 160 هتتحرك 160 وهتطلع لك نتائج غلط. Simulation modeling and analysis may be costly. انها في كثير من الاحيان بتبقى مكلفه وده اللي انا اتكلمت عليه من شويه. الناس اللي بتشتغل في برامج السوفت وير بتاعت المحاكاه ديت قليلين. البيزنس قليل. الشركات اللي في مصر شركات قليله جدا 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 شركتين ثلاثه بالكثير يتعدوا على صوابع الايد. فبالتالي اللي بيشتغل في المجال دوت وبيطلب ارقام بتبقى ارقام ضخمه في اي بروجكت او في اي حاجه بيبدا يشتغل فيها. سيميليشن كان سولف بروبلمز باي اتسلف. سيميليشن ما بتحلش عمر المشكله بتحلها لوحدها لان السيميليشن كان تريبليس ذا ديسيشن ميكر. احنا عايزين نقسم البني ادمين في الكورس بتاعنا نوعين من البني ادمين. في ديسيشن ميكرز دولت هو الراجل صاحب القرار متخذ القرار اللي بيجيب حضرتك عشان تحل المشكله. وحضرتك كراجل بتاع سيميليشن بتسميك البراكتيشنر. ففي فرق ما بين البراكتيشنر من الراجل اللي بيمارس او اللي بيعمل سيميليشن فرق بين الراجل متخذ القرار. السيميليشن ما بتتخذش قرار. ما تقدرش تحل محل متخذ القرار. هي مجرد بتوريك نتيجه افعال. انما الراجل متخذ القرار موجود هو اللي يبدا يقول بقى ولا لا. نعمل ولا ما نعملش. Simulation building requires specialized training وده اللي احنا بنعمله معاكم. عشان تتعلم simulation لازم تتعلم بعض المهارات المعينه لازم تتدرب بشكل معين وده اللي احنا بنعمله في الكورس بنعلمك تعمل simulation ازاي. Simulation results involve many statistics ودوت عيب اساسي من عيوب السيميليشن. يمكن يكون النهارده السوفت وير باكجز المختلفه ابتدى الموضوع ده يقل فيها ولكن ولانه ما يزال موجود فيهم كلهم. ان النتيجه بتاعه السيميليشن بتخرج على هيئه تقارير احصائيه statistical analysis. البرامج بتاعه السيميليشن كلها بتخرج دايما النتيجه بهذا المنظر. في فيتشر ثانيه اوبشن ثانيه ان يبقى في انيميشن ان الاوتبوت يطلع انيميشن انما لا غنى عن الاحصاء. لازم تطلع لنا نتيجه احصائيه لان الانيميشن مش هيورينا الفاليوز الحقيقيه فين. انا عايز اعرف القيم. ممكن تعمل بار البار دوت عايز تشوف الاستريس اللي عليه سيميليشن عليه فعمال يتلون لون احمر ولون اخضر ده شكل الاستريس ماشي اللون الاحمر ده ستريس عالي بس كام قيمته قد ايه فده لازم اعرفه من الجرافس. في حاجات ثانيه في حاجات احصائيه لازم تطلع معانا. ده كده بالنسبه لنا الحاجات الاساسيه في شابتر 1 المطلوبه مننا واللي احنا مسؤولين عنها. انا عايز بقى استاذنكم كده لو حد ليه اي سؤال الاول اتفضل. محدش ليه سؤال. طيب بعد اذنكم الاخ عمر اللي رفع الملف على الجروب موجود معانا دلوقتي؟ لا دكتور محمود ما حضرش. طيب موجود يا دكتور
موجود. مين عمر؟ انت يا عمر؟ عمر محمود؟ ايوه عمر. انت الملف اللي انت رفعته ده يا عمر جبته منين؟ اسمه ده سبريم كان بعتهولي في السكشن امبارح. طيب انا هتناقش مع مهندس ابراهيم لان الفايل اللي اتباع ده فايل قديم. فايل قديم. انا الكلام ده انا قلته المحاضره اللي فاتت يا جماعه. انت حضرت يا عمر معايا المحاضره فاتت ولا ما حضرتش؟ ما حضرتش. طيب انا قلت يا عمر ان انا الكورس بغيره كل ترم. كل ترم بيبقى فيه نوتس جديده. وانا اوريدي كنت عملت لكم ابلود ورفعت لكم كل الحاجات على المودل. بس لو حد خد باله ان المودل اتصفر، الداتا اللي عليه كلها اتمسحت. مش اتمسحت عندنا بس. اتمسحت في جميع المواد. كل المواد الداتا على المودل اتمسحت فيها. فبالتالي البيانات بتاعتنا اتمسحت. هرفعها لكم تاني. هرفع لكم الحاجات دي تاني. بس هو معلش طبعا هي خدت وقت شويه لان انا في كذا ماده بدرسهم. فالسيميليشن ان شاء الله النهارده اخلصها وارفع لكم تاني الحاجات بتاعتها كلها. بعد اذن حضراتكم هخلص كلامي يا باشمهندس وبعدين اتكلم. بعد اذن حضراتكم لو سمحتم النوتس والكلام ما تاخدوش اي داتا غير من على المودل لو سمحتم. ما تاخدوش اي حاجه من زمايلكم من سنين فاتت. بعد اذنكم كل الكلام بتاعنا هيبقى اللي على المودل بس. ويا ريت يا عمر لو سمحت الملف اللي انت حطيته بعد اذنك تمسحه، لان الملف ده قديم وفيه حاجات كتير اتلغت عشان ما يحصلش لخبطه. فبعد اذنك امسحه. تمام. انا دايما اي فيرجن ببقى كاتب عليه السنه بتاعته، الترم بتاعه مش السنه بتاعته عباره عن ايه. يعني حالا هوري لكم اكزامبل. دكتور ممكن حضرتك تبعت لنا الفايلات دي على الواتس؟ هبعتها لك على الواتساب بس برضه هيبقى الاساسي على المودل. ماشي؟ تمام. شايفين يا جماعه دلوقتي اللي قدامكم ده؟ دي الفيرجنز كلها من اول 16 17 لحد النهارده، يعني في اربع سنين. في تسعة فيرجنز اتعملوا من الهاند اوتس تقريبا بمعدل كل ترم بيتعمل اصدار جديد. فهوت الترم 2020 ده اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو بيقولوا عليه 2021 ده الاصدار بتاعه. ده بتاع السمر، ده بتاع السبرينج. خد بالك الفرق بين السبرينج والسمر اصلا في الدراسه كان اسبوع بس، ده كانت فيه هاند اوت وليه هاند اوت. الفرق بين السمر وبينكم في الدراسه كان شهر، انتوا ليكوا هاند اوت مختلفه. كل اسبوع بيحصل هاند اوت جديد، او سوري كل ترم بيحصل هاند اوت جديد. فالنسخه اللي معاكم دي مش عايز اقول لك هي تقريبا في حاجه في الاوائل، حاجه بعيده قوي. فلو سمحتم احنا النسخه اللي معانا دي لا مش هنشتغل عليها. هنشتغل فقط على النسخه اللي انا هبعتها لكم فقط لا غير. وهتلاقي برضو النسخة عشان تبقى عارف دايما. ثانية واحدة. دايما النسخة هتلاقي نوت بكتب لك عليها السمستر بتاعها عشان تبقى عارفين. النسخة اللي معاك بقى مكتوب عليها فيرست اديشن، يعني دي أول إصدار أصلا، دي حاجة قديمة قوي. فهتلاقي دايما نوت بكتب السمستر بتاعنا. هنا احنا شغالين على فول 2020 اللي هو الفصل الدراسي بتاعنا دلوقتي. هبعت لكم تاني هرفعها لكم على المودل، وانتوا بتقولوا على الواتساب مفيش مشكله برضه هتحط على الواتساب، انما مين اللي هتبقى على المودل. والسلايدز كمان بحطها لكم، السلايدز الباوربوينت بتاعتنا اللي انا شغال عليها بشرح لكم منها بتنزل كل محاضره تلاقيها برضه موجوده. وبالنسبه للمحاضرات بتاعتنا، المحاضره بتاعت النهارده، المحاضره بتاعت الاسبوع اللي فات، الاثنين هنزلهم لكم كفيديوز بحيث لو حد فيكم حب يرجع لاي حاجه يقدر يوصلها بسهوله. هينزلوا كفيديو على المودل ولا فين بالظبط؟ على اليوتيوب يا باشمهندس. هحط لك اللينك بتاعه وهحط لك على المودل. المودل ده تاني لا بعيد، وبقول المودل دي المنصه الرسميه الاساسيه للتواصل ما بيني وما بينكم. لما اقول هبعت لكم كذا هنزل لكم كذا بيبقى على المودل. طب على المودل بقى احط لك لينك، احط لك الفيديو على بعضه، ده موضوع تاني. ارفع لك على جوجل درايف احط لك اللينك، احط على اليوتيوب احط لك اللينك، دي قصه تانيه. انما انا بتكلم معاكم عن طريق المودل، دي الوسيله الرسميه الاساسيه. طب انا المودل بتاعي يا دكتور لحد دلوقتي مش عايز يشتغل. لازم تشغله. انا قلت برضه موضوع ده المحاضره اللي فاتت، اللي عنده مشكله عندك اداره الام اي اس تروح لها تشغل لك المودل. ماشي اهو. انما حجه المودل عندي مش شغال غير مقبوله على الاطلاق. حته الاونلاين عندي مش عارف ادخل اونلاين غير مقبوله على الاطلاق. في شويه حاجات كده يا جماعه بالنسبه لي استحاله اقبلها. لحد يقول لي موبايلي عطلان ولا لابتوبي عطلان ولا مش عارف ايه ولا ما عنديش نت ولا ايه ولا مود ولا كل الكلام ده مش مقتنع بيه.
عندك اي مشكله في الكلام ده احنا خلاص بقينا ده اسلوب حياه ده فوريفر كده طول العمر خلاص ده نظام الدراسه بعد كده محاضرات اونلاين وسكاشن وتمارين في الكليه ده على مستوى مصر كله الجمهوريه كلها ماشيه بهذا النظام فخلاص ده لايف ستايل لازم كلنا نمشي بالكلام ده والاسلوب ده حد عنده اي سؤال يا جماعه شكرا لحضرتك يا دكتور بعد اتفضل دكتور احنا كنا بس عايزين ميعاد المحاضره نخليه في وقت ثاني معلش حضرتك يا دكتور على سلامكم اتفضلوا في ماجد وفي منام منام ولا ماجد اللي بيتكلم ماجد ماجد ايوه يا ماجد اتفضل عايزين نغير بس ميعاد يعني نتفق على ميعاد المحاضره عشان احنا بنكون عندنا سكشن في الجامعه ما بتلحقش نروح البيت تكون المحاضره بعدها فبنسمع معظم المحاضرة في الطريق طيب هقول لك على حاجة يا منام استأذنك نأجل موضوع المحاضرة بس الأسبوع ده كمان عشان انت لو تفتكروا احنا لما كنا اتكلمنا في القصة المرة اللي فاتت فقلنا ان الأكاديمية كانت عايزة تعمل بس المحاضرات من جوه الأكاديمية وبعدين انتشروا في هذا الموضوع فأنا دلوقتي على فكرة أنا كنت موجود الشغل الكلية وكنت ورايا شغل خلصت الشغل جريت جري على البيت عشان ألحق أديكم المحاضرة فأنا عارف إن الموضوع فيه معاناة لو استمرينا على هذا النظام أنا هتفق معاكم على ميعاد تاني خالص غير ده على ميعاد بدري الصبح بدري في الروقان 8 الصبح كده ولا حاجة قبل ضغط الإنترنت قبل ما تنزلوا تروحوا في أي حتة وناخد المحاضرة بتاعتك تمام طب الكلام ده يبتدي من الاسبوع الجاي يعني مش هيبدا من الاسبوع ده لسه لما نشوف بس موضوع الجداول هيستقر فيه بقول لك اجل معلش الكلام ده معايا اسبوع كمان طب خلاص لو خلاص تاكدنا تماما ان موضوع البث من داخل الاكاديميه ده مش هينفع وهيبقى البث عن طريق محاضرات بس هنبدا نشوف بقى البديل ده هننفذه ازاي وارجع تاني بقول لك برضه ليك المحاضره كده ولا كده بتتسجل وبتنزل اونلاين تقدر تعملها ريفايز وتراجعها وتشوف كل حاجه تمام بس هو المشكله بقى في الحضور يا دكتور عشان الحضور احنا بنحضر عشان الحضور والغياب اللي بنكتبه لا ده في حاجه تانية وفي لسه اسئله وفي اساينمنتس في كويزز بعملها اونلاين كمان ده لسه في ليله زرقاء اما ماشي يعني الحاجات دي لازم نبقى يعني قاعدين في البيت ومركزين الناس دي كلها بنسالها وتجاوب ونتفاعل معاها لسه بدري تمام هو الكلام ده مش هينفع يا دكتور واحنا مثلا جايين في المواصلات ما هو انت عندك محاضره بقى وانت في الكليه ما تقعد على اي جنب وتفتح اي حاجه وتبص في الجهاز بتاعك ده ساعه زمن وانا بديك محاضره 60 يوم دي ساعه اقعد في اي حته رايقه كده وحط لاند فري وادك اسمع المحاضره يا دكتور طب دكتور بعد اذنك اتفضل يا محمود حضرتك خدت الجواب يا دكتور انا داخل من الاول بس انا الموبايل فصل 10 دقايق اول ما روحت وفتحت تاني ودخلت تاني حضرتك كنت خدت الجواب تقريبا حضرتك لو تراجع هتلاقيني دخلت اول ما السيشن بدا لا ما انا عندي ما بيظهرليش انت دخلت امتى هيظهر لي فين ده هعرفه منين انت دخلت ازاي انا دخلت والله يا دكتور حضرتك اكتب لي اسمك إيه؟ على الشات دلوقتي اكتب لي اسمك على الشات دكتور حضرتك بتقول ان احتمال المحاضرات واللابات تبقى في الاونلاين انا ما قلتش كده خالص انت طالع عليا شعاله لا انا دكتور حضرتك بتقول ان اقول لك بقى خلاص ده نظام التعليم في مصر كله ان تبقى المحاضرات تبقى نظام التعليم 40 60 40% اونلاين 60% الطالب بيحضر ال 40% اونلاين في الكليات العمليه بتكون المحاضرات فده خلاص ده اسلوب ده لايف ستايل ده هنفضل مستمرين عليه طول العمر ده مش بس مجرد اليومين دول وخلاص فلازم نبقى بنتعامل على هذا المنطق ان احنا نفضل شغالين طول عمرنا اونلاين خلاص محاضرات اونلاين سكاشن ومعامل بتحضرها في الكليه استاذ حياتك يا دكتور سؤال على الهيدروليك هو حضرتك كانت الداتا نزلت واتمسحت حضرتك هترفعها تاني ولا ولو انه يا عماد مش سؤال مش في محله او الاسهل انك تخش وتشوف لو انت دخلت على المودل هتلاقي الداتا بتاعت الهيدروليك اترفع تمام شكرا يا دكتور لان فيها المحاضرات فيديو محاضره الاسبوع اللي فات ومحاضره الاسبوع ده كمان اترفع وخلاص في الهيدروليك هو بيدي هيدروليك بيدي هيدروليك اه يا اخويا بيدي هيدروليك خلاص كده يا دكتور ولا خلاص اتفضل